الدولة تربح من بربيل النفط أكثر من البلد المنتج للنفط. بقولوا كل ما يقوم واحد من البلد يوقف بضربه على طول. وأنا أعتقد أنه الطاقة 80% من معيقات الاقتصاد. الأردن فيها فاسدين أكثر. المصاري وين تروح؟ وبتراعي مسألة أني أنا بدي أطلب خدمة من وزير لفلان وفلان من منطقتي، فبالتالي لازم أمشيله ويمشيلي. ما عندك طموح تصير رئيس وزراء بلاش وزير؟ لا كمان؟ لا، لما يجتمعوا خمس دقائق يفصلوا نائب أكشن. أنا متفائل والله، قلت يا رب تزبط معي وصير. وجزء من المعلومات اللي أعطانا إياها جزء منها مضللة، جزء منها غير حقيقي. شو المخرج؟ شو المخرج؟ غير هيك حكي فاضي. إيش ما بيجيب قانون انتخاب لن ترضى عنه الناس. لمصلحة مين؟ عندك نظرية مؤامرة في المطعم؟ شو هي؟ هذا حق إلي، مش بخاطره أنه يعجب أو ما يعجب. مالك صفان انت يا رجل. خلص. خلاص؟ تنفيس يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.